شكون تعتبره افضل مقدم برامج تونسي؟ معز من الغربية. افضل مقدم برامج خارج تونس اليوم تونسي يخدم البرا. لا ما عنديش الحق. افضل معلق تونسي يعجبك؟ معلق يعجبني خاطر نحبه يعيط برشا. شكون اللي جاب في بالك وضحكت؟ شكون ما ضحكتش؟ مشكله في الاسامي راهو، مشكله في الاسامي يا ولدي. المعلق بتاعنا وين يخدم؟ يخدم في البين. في البين شوالي ولا خليف؟ واحد منهم. لا ما شوالي، حتى خليف زاد تبارك الله عليه. اما الشوالي شوالي راهو نحب ناكد بربي على حاجه، لاني مره زاد كذبوا عليه وقالوا له الحاج قال انت مش باه. كذبوا عليك يا ودي، راهم يكذبوا، راهم يلصقوا لي في حاجات مش نقول لك كيما الحاجات اللي حكيت عليها انت. راهو الرئيس وتحب الرئيس، انت ما عندي بيه حتى علاقه. باهي انا الرئيس ما عندي بيه حتى نصف ربع علاقه. شكون الاعلام اليوم تشوف فيه روحك اليوم وانت صغير في بداياتك؟ يا اللي يخدم معكم هذاك ما يسيرش كلمه باش نقولها، شو اسمه؟ برمشي. شنو هي؟ يقول برمشي. انيس. انيس انيس صاحبين. انيس صاحبين. انيس نحبه ياسر، زاد تحياتي لانيس ولطف عليك يا انيس. يعني صارت له حاجه صغيره في السياره نتاعو. اي تشكر بالعرس ان شاء الله لاباس. حياتك وان شاء الله لاباس عليكم الكل. شكون تعتبر افضل لاعب تونسي اليوم؟ في تونس، في تونس توا بتاع طارش برمضان. برمضان افضل لاعب جابته تونس في تاريخ تونس. نور الدين ديوا. لاعب في البطوله تشوفه قادر ينجح في اوروبا؟ برمضان. اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب توا؟ اي ولا ما عادش توا؟ ما عادش بكل صراحه قبل. ما عنديش. خالد بن يحيى. خالد بن يحيى الحارس شكري الواعر. اقرب مسؤول ليك؟ سليم شيبو. اقرب اعلامي ليك؟ رشيد السوسي. ما نعرفوش. تحب توا هذي المعروفين ولا شنو هذا؟ كيما تحب. مثلا رشيد السوسي من اكبر المؤرخين في الرياضه. رشيد السوسي اللي هو توا لاهي في تستور وكل المدينه والدنيا الكل. اقرب انسان ليا لانه خويا تربى معايا رشيد وقرينا مع بعضنا في قصر الدار ومواكبين المسيره اما اللي توا اللي فارض روحه وفتق الدنيا كان نقول لك عليه توا يقولوا شفت شعاد كل شيء. قول لي مثال. الراف ماك. رفيق بوشناق تحيه لي حبوا برشا يعني الحق. الراف يا ولدي. افضل مدرب تونسي. افضل مدرب تونسي توا؟ اي توا اي توا. فوزي البنزرت. في تاريخ تونس عمي منوبي بن سعيد تعتبره احسن مدرب في تونس؟ احسن مدرب في تونس. وقت اللي قال شلو يدربوا مرتين في الجمعه صارت ثوره في تونس. فهمت كيفاش منوبي بن سعيد يحب يقتل الجوارات؟ ومن اول المدربين اللي رناو المنتخب التونسي في الايامات الاولى نتاع الاستقلال. ماتش ما تنساهش قعد في بالك؟ يقعد في بالك ديما برشا. هو الخساره نتاع الترجي اللي شعير ولا مت فيها انا مشيت خسرنا الترجي وقتها ومشيت لخالد بن يحيى. في بالي بروحي بتنسى خالد ما نعرفش صار لي وقتها طاح الميكرو من يدي وما تفكرش الماتش هذا. ايه فينال هكا فينال حاجه كبيره. ايه تشامبيونز ليج حاجه هكا. يذل لي تشامبيونز ليج مش ماتش رجاء ولا حاجه. لا فقدت الوعي والدنيا كله فقدت الوعي. ما انا في بالي بروحي ننسى لك. اقوى جمهور في تونس شكون؟ زوز اللي هم الترجي والافريقي. كذا كان تختار واحد؟ ترجي طبعا. ترجي. باهي انت مكشخ معروف بين الكلوب ويتوال تكون تشجع؟ مش تشجع حد، تشجع ترجي. ما يهمكش؟ لا ما يهمنيش بكل. نحب نتفرج في الكوره، نحب نتفرج فيهم زوز ونحب نقول ان شاء الله تكون ما ضيعتش وقتي كوره باهيه وكل شيء. اما اللي يربح صحه لي. حاجه فيك ما تعجبكش؟ اما كي نبداو احنا ما نقرب لبعضنا نعملوا تعادل. باهي حاجه فيك ما تعجبكش؟ كي ما تعجبنيش حاجه فيك ما تعجبكش؟ حاجه في انا صريح ياسر وبسيط الى درجه البساطه. ونحب نقول اللي يستغلوا في الحكايه هذيا هي عاقل الحاج كل شيء. قول له راكم غالطين. صحيح انا ولد فرانسفيل، انا ولد قلب فرانسفيل 41 روي الفونس دودي. اما راني متربي في جبل الاحمر. اتونسيون. كانت هذه لوكويز. لوكويز.